غزة ربما، لأن مصر الشقيقة هي أقرب جغرافيا إلى غزة وتعاني ربما أكثر من باقي الأمم العربية لما يجري في غزة. قلوبنا مع الغزاويين بالطبع، يعني نتألم على الإبادة اليومية المستمرة في غزة، نتألم على المجاعة المختلقة اللي خلقها المستعمر الإسرائيلي في غزة. ندرة في المياه، ندرة في الأدوية، المستشفيات مغلوقة، ندرة في الأكل، يعني إبادة بكاملة الأركان. الشعب نحيي بهذه المناسبة الشعب الفلسطيني أخي على صموده وتحمله ما لا يتحمله إلا القليل من البشر للبقاء في أراضيه، ولم يقبل أن يهجر من جديد من أراضيه. إن شاء الله الفرج قريب. مع أشقائنا في مصر نحاول كيفاش ننقذ الموقف، مع المبادرة نتاع أخي فخامة الرئيس السيسي لهدنة تسمح لإدخال كل ما يحتاجوه الغزاويين إلى غزة في انتظار حل نهائي. والحل النهائي ما يكون إلا بالطبع يعني بتسيير الفلسطينيين لأراضيهم بإشراف ربما دول صديقة وشقيقة مثل مصر وإلا، ولكن إدخال عنصر جديد على غزة لتسيير غزة ما بعد الشيء اللي صاير اليوم. احنا شخصيا احنا كدولة جزائرية، واعتقد ان تكلمنا مع اخي نفس الشيء اللي تشوفه مصر كذلك، ان فلسطين يسيروها الفلسطينيين بمساعدة اخيهم الكبير مصر، مساعدة الجزائر كذلك عن قريب إن شاء الله.